احتفلت الرعية الكلدانية في الأردن بمنح 24 من أبنائها المناولة الأولى. جاء ذلك خلال القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير جبل الحسين، الذي ترأسه قدس الأب زيد حبابة راعي الكنيسة الكلدانية بمعاونة الأب إبراهيم نفاع والأب ميسر بهنام، بحضور ذوي الأطفال وبمشاركة جوقة الرعية التي قدمت باقة من الترانيم بكل فرح وابتهاج. أقوى وأعمق عبادة هو القداس، سر الأفخارستية اللي تجتمع العائلة الكبيرة كلها يوم الأحد. يسوع عازمنا، يسوع عازمنا عنده مقابلة، عندنا مقابلة مع يسوع. لمن يكون عندنا مقابلة مع السفارة مو نركض؟ يوم الأحد يسوع كل أحد يدعونا إلى مقابلة، إلى مقابلة. نرفض دعوة مالته؟ والأكل ومقدم لنا أكل وشرب، هو جسده ودمه حياته من أجلنا حتى يحبنا. من أكل جسدي وشرب دمي، سمعنا بالإنجيل، يثبت في وأنا فيه، فله الحياة الأبدية. شو يعني الحياة الأبدية؟ يعني الحياة مع الله، يعني الحياة السعيدة مع الله. لأن الحياة بدون الله ما يبقى بيها طعم، تفقد كل الطعم مالتها.